السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على طبيب المنتخب الوطني، وين يحتم على أحد لاعبيه الجدد القيام بخطوات جديدة. لا طبيب، طبيب نفساني لبعض الانصار، خاصه العاهره تاع اليوتيوب، بالنسبه لهم هو الطبيب النفساني تاعهم. وين احدثت عوده الطبيب يعني المنتخب الوطني لصرامته السابقه خلال المعسكر الاخير للمنتخب الوطني الجزائري شهر جوان الماضي، حاله من الطوارئ لدى بعض اللاعبين الجزائريين الناشطين في الدوريات الاوروبيه. حنا رانا نشوفوا مكان لا صرامه لا والو، صرامه اي فماك. ومن بعد حنا شاهدنا عندما جاء هذا الطبيب النفساني للمنتخب الوطني الجزائري، وين قال بلي انا اللي ما يلعبش تلعب مسنيه في الريال يقعد رو كلاسو وما يلعبش ما نعيطلهش. من بعد شاهدنا يعني في الغرافه، في السد، في القطر القطري، في الضمه، في الهمزه، في فعل الماضي، في ليون، شاهدنا الناس ما كانش تلعب، الناس ما لعبت يا شاهدنا. وين بلايلي كان بدون نادي، لعب كوب دافريك نورمال بدون نادي، ما عندوش لا ليسونس بدون نادي، هذه ما تهضروش عليها. صرامات يا صرامة، ديجا راهم بداو عاودوا ولاو. شاهدنا عطال يعود بقوه في التدريبات، عطال منا بداو، شاهد كيسموه بونجاح يعود بقوه، بداو بن عمري منتظر يعني للعوده بقوه، بداو منا بداو كليكا، هذيك كليكا وين يريكيبيري غير اللعابه، الطبيب تاعنا يريكيبيري اللعابه تاعو ويقلع وصايك. شوف ربي راه عاطيك حاجه، عاطيك كنز، ربي راه عطيك كنز، كنز والله ما كان كاع. شو كي بعد شو هي ماشي مليحه لنا، بصح حنا لازم نستغلوها. لا نستغلوها، نستغلوها لي ماتش، خاطر نيجر الي روتور، يعني نيجر الي روتور لعب اللي نعرفهم حنا، اللعابه اللي نعرفهم حنا يا طبيب، هادو كاع يريحوا، ما تعيطلهمش كاع، ما تعيطلهمش، لا محرز لا بن ناصر لا ولو، خليهم في الانديه تاعهم نورمال، تعيطلهم عيط غير جديد، سي جديد كونت النيجر الي روتو، سي جديد كونت اوغندا، سي جديد كونت تنزانيا، سي جديد. خلينا من تاع نربح في طول الصحافه ما يهضروش، ما كاش لي يهضر. انت ما روحتش الكوب دي موند، ما روحناش كوب دي موند، قال لك يا ودي ما كاش حتى كيفك، انت ما روحتش كوب دي موند، قال لك انت ما كاش كيفك، انت احسن طبيب في العالم، انت اللي راك تداوي لهم البواسر، انت هو الطبيب اللي تداوي لهم البواسر، انت هذو العاهرات هذو، انت اللي تداوي لهم البواسر، انت طبيب تاع البواسر، انت اللي تداوي البواسر، انا نقولها لك، انت اللي راك تداوي البواسر لهذ العاهرات. كاش اللي يهضر معاك تخسر كاع، تخسر كاع، ما كاش شكون اللي غادي يهضر معاك، انت سيرو تاع رقاد اصاحبي، انت مخترع سيرو تاع رقاد، انا نقولها لك، انا نعطيك ما تخافش كاع، تا طبيب زيد دو موندي شحال 200 و 230 ألف في الشهر يا ودي، والله اللي مشيت لك ماك عارف، مش عارف كاع. السيرو اللي راه عندك، السيرو اللي راه عندك، مع شكون اللي يجي وما عندوش داك السيرو، نورمالمون 330 ألف اورو، خاطر السيرو اللي راه عندك مكاش لي عنده كاع، على بالك بيها، عند العرب كومبلي العرب كاع، الرياس تاع العرب مولوك رياس، ما عندهمش داك السيرو، نتا عندك داك السيرو، نتاك مهبول ولا مكاش لي يسمع فيك. 340 ألف، 350 ألف، 600 ألف أورو، مليون أورو في الشهر، نتاك مهبول، خاطر السيرو اللي عندك نتايا مكاش، معقم اللي عندك نتا مكاش، مهبول نتا ولا. هي مكان لا صرامه لا والو، وين وجه هذا الطبيب المنتخب الوطني رساله صارمه لجميع اللاعبين الذين شاركوا في التربص الاخير، ومنهم الوافدين السبعه الجدد، يعني السبعه الجدد مساكين غادي يبقى منهم الاخر، غادي يبقى زدادقه زدادقه، ويلا ولا فوفو
فوفو يلعب تيتيلير الاخر يلعب رو بلاصو نتاعكم ما بون نتوما ولا هاكم مرضى نتوما ولا ماكم نتوما ستي ما بغاش يجيبو الطبيب تاعنا ستي ما بغاش يجيبو تهضروا لي على صدادقه يلعب صدادقه غادي ما يلعبش زاد قال جب جابها في طول الشبكة دعوة تعبا من أقصينا من كأس العالم وكلش جاب شوية منا شوية منا بلا ما رخرين يعاودوا يولوا ويا وصحيك نيما نورمال توبا هابي توبا ولا مالكم قال لك سبعة جدد شكون قلعوا بلا العمراني قلعوا حميش قلعوا هذوك تاع باراد اللي جابوهم داروا لهم ستاتي وقاسوهم صايك راحوا ما يعاودوش يولوا غادي يبقى زداد قابر هذا مكان زداد قايل كان يلعب في ليل غادي يقعد مكاش في ليل يعني سبب وليتها حدودة ما راش يلعب ما راش يلعب كيما ادم الوناس ادم الوناس مين يكون مليح يقولك لا خليه باش يكذب بلاصته يكذب بلاصته ويمتر روحه مين يكون مبليسين عيطولو هذه هي وين وجهها رسالة لي ومنهم وافدين جدد سبعة الجدد يعني مضمونها أنها لن يستدعي أي لعاب بدون نادي أو يكون حابس دكة البدلاء في ناديه الموسم المقبل ودخل بعض لاعبي المنتخب الجزائري مؤخرا في سباق مع الزمن انتقال إلى أندية تضمن لهم المشاركة بشكل أساسي الموسم المقبل تنشط في الدوريات مستواها يفتح لهم أبواب اللعب بشكل مستمر مع كتيبة محاربي الصحراء وبحسب تسريبات من معسكر شهر جوان الماضي فإن وجه الطبيب وجه صدمة قوية لوفده الجديد يانيس حميش الذي يبدو أنه لم يقنع الطبيب خلال أول استدعاء له للمنتخب الوطني الجزائري بعد طول الانتظار وشدد الطبيب على وفده الجديد حميش انقاص 5 كيلو يا ودي وتنقص 20 كيلو غادي يعيط لك ما غاديش يعيط لك الذي راه الطبيب عائق للعاب خاصه من ناحيه السرعه في الحركه وعلما ان مدافع نادي بورتو البرتغالي لم يعني يسموه يلعب نادي البرتغالي لم يشارك الا في 20 دقيقه خلال 3 مباريات خاضها مع الخضر عليش معليش معليش روح نقص روحك روح ومن اجل احنا شاهدنا لاطاي تاع نورمال تاع مدافع شاهدنا نورمال احنا رانا نشوفو بلي اللي بغي يطيحوا على واحد يقول لك نقص للاخر ودي غا يقولوا بلي بلاصه تاع عزب تاع بن سبعيني ما كاش لي توشيها وصعيب ومن اجل مواصله حضوره مع المنتخب الجزائري يسعى حميش للانتقال الى دور اخر اكثر تنافسيه من الدور البرتغالي حسب اخر تقريرات الصحيفه البرتغاليه وبات المدافع نادي بورتو قريب من انتقال الى الدور التركي لكره القدم من بوابه العملاق غلطة سراي الراغب بضم المدافع الدولي الجزائري تحسبا لموسم كروي المقبل حسب ما كشفه موقع يعني في الترانسفير ويرى يانيس حميش أن البطولة التركية هي الوجهة المثالية له بما أن إدارة نادي البرتغالي تسعى لبيعه في سوق الانتقالات للاعبين الصيفية الحالية وفي حال تمت صفقة الانتقال الوفد الجديد لصفوف المنتخب الوطني الجزائري للدور التركي سيكون زميل لمواطنه سفيان فيغولي الذي يتجه لمواصلة مشواره مع نادي غلطة سراي ويفضل صاحب 22 سنة انتقال إلى الدور التركي بدل اللعب في البطولة البلجيكية الموسم 2022-23 بما أنه يملك عرض رسمي من نادي بلجيكي لاقتناع أن البطولة التركية أفضل مستوى من ناظرتها البلجيكية يعني المهم لعاب هذا نعرفه باليهودي غادي ما غادي يجي يلعب في ليكيب ناسيونال يا ودي والله العظيم ما يحطك راعه يا انتم راكم هابيل ولا مالكم شتي كونت غانا نهار اللي لعبنا ماتش اميكال كونت غانا في طوي كمل مع لاعبو في بلاصه البلايدي ودي كاين شتي كاين هذاك عبد القهار كاين واحد اللعاب هذوك اللي جابوهم باش يعاودوا يبيعوهم داروا المستاتي اللي كانوا خاصتهم مستاتي يا ودي هذوك هذا والله جابوهم غادي من بعد غادي انتم لعبوا في ويره
مسجد الجارديا وينه؟ مسجد الجارديا وينه؟ بزاف وينه؟ نعيجي مشي كاك نعيجي اكتشاف وينه؟ ايه هي الدور.